في اسعار مسعره من وزاره السياحه، وفي اسعار حاجة مباشر وحج سريع بعيد عن اسعار وزاره السياحه. فاحنا بنعمل اسعار وزاره السياحه الخمس نجوم ب 120,750 زائد تذكره الطياره 32,000، ده السعر من وزاره السياحه. 32,000 ده بتاع تذكره مصر للطيران. نعم، ده خمس نجوم. الخمس نجوم بيبقى قريب من الحرم، اول صف على الحرم على طول. بعد كده في الاربع نجوم 89,000 زائد تذكره الطياره 31,000. في عند الحج الاقتصادي 59,000 زائد تذكره الطياره 17,000. الناس دي اللي بتروح بدري، يعني الحج يعني بيبتدوا يسافروا ممكن بكره، في ناس مسافره من مطار برج العرب بكره اللي هم دول، وبيرجعوا اخر الناس يعني بيقعدوا شهر، فبيقعدوا كتير، عشان كده اسعارهم بتبقى رخيصه شويه لانه هيقعد يصرف شهر بحاله. بعد كده عندنا حج مباشر، بنجيب تاشيرات مباشره بتتباع ب 162,000 زائد تذكره الطياره 32,000. حج اقتصادي مباشر 120,000 زائد 17,000 التذكره. عندنا الحج السريع، ده بقى ده اللي هو يعني الناس بتروح قبل الوقفة وترجع بعد الوقفة على طول، ده ب 220,000 زائد تذكرة الطيارة 32,000. نعم، في اقبال على الحج السريع بعدد بسيط يعني، في بس ليها ناس معينه، عدد بسيط. احنا بالنسبه لنا عندنا عدد بسيط، احنا عندنا كل الحج اللي احنا عاملينه ما بيزيدش عن 300 طبعا، لان الحصص محدوده ولينا حصه محدوده. احنا لينا الحصه بتاعتنا، بناخد حصتنا ما بتزيدش عن 40 50 حد، بالاضافه الى ان احنا بنشتري الحصص من شركات اخرى بالتضامن معاها. فاحنا واصلين ان شاء الله منظمين حوالي 300 حد.